والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سيد زهرة، هو الكاتب الصحفي في صحيفة أخبار الخليج. أستاذي بعد التحية، ماذا تستفيد سلطات الدوحة من وراء استهداف بحارة آمنين وهم بحارة البحرين عن طريق التضييق عليهم وتكبيدهم خسائر من خلال مصادرة ممتلكاتهم أو فرض غرامات عليهم؟ كيف تصف هذا السلوك؟ والله أخي يعني هذا أمر غريب جدا، لا يوجد له أي تبرير على الإطلاق. يعني كل هذا التعنت، هذا التعسف في التعامل مع الصيادين البحرينيين، أنه سلطات قطر تقطع أرزاق ناس، تحتجزهم، تضعهم في السجون، تفرض عليهم غرامات زي الأخ ما كان بيتكلم قبل قليل، هذه إجراءات يعني غير مقبولة ولا يوجد لها أي تبرير. هذه قضايا بجوهرها إنسانية، وأيا كانت الخلافات المفروض أن تفهم سلطات قطر أنه بمثل هذه الإجراءات هي في الحقيقة تسيء للشعبين البحريني والشعب القطري نفسه. الأمر الغريب أن هذه الممارسات تستمر حتى بعد اتفاق قمة العلا في السعودية، ولذلك أنه هذا أمر يثير التساؤل. أنت حضرتك بتسأل ماذا تستفيد سلطات قطر؟ أنا في رأيي أنه التعنت الآن هو هدف في حد ذاته للسلطات القطرية، بمعنى هي تريد أن تبقي الخلافات، القضايا الخلافية معلقة مع البحرين دون حل. هي تريد أن تقول أنه رغم الاتفاق العلا فهي ستفعل ما تريد أو لا تفعل ما تريد، وبدليل أنه البحرين بادرت من جانبها وبشكل أخوي وعرضت التفاوض بشكل ودي لحسم كل القضايا الخلافية، سواء قضايا الصيادين أو أيا كانت هناك قضايا خلافية، لكن قطر لم تستجب زي ما وزارة الخارجية عندنا أعلن. القضية المهمة اليوم، أنا أعتقد أن قطر ستستمر في هذه الممارسات وهذا التعنت ورفض التفاوض ما لم يتدخل مجلس التعاون الخليجي. القضية إيه؟ القضية أنه قمة العلا، بيان العلا اللي صدر عن القمة يخص موضوع قطر، تضمن مبادئ وخطوات المفروض أنها ملزمة، وألزم أن كل القضايا الخلافية أن يتم حلها بالتفاوض. إذن على ضوء هذا التعنت القطري والرفض القطري، يجب أن يتدخل مجلس التعاون ويفرض الالتزام بما جاء في البيان، وإلا الشعوب نفسها تتساءل ما قيمة الاتفاق إذن، ما جدواه، وما قيمة حتى مجلس التعاون نفسه، ستفقد ثقتها. لأنه ما تفعله قطر لا يمكن أن يكون مقبول، لا إنسانيا ولا خليجيا ولا عربيا ولا قانونيا ولا وفقا لأي شيء. وأنا شخصيا أقترح، يعني أعتقد البحرين الآن هي رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون، إذا استمر هذه المواقف من السلطات القطرية وهذا التعنت وهذا الرفض للتفاوض، أنه بصفة البحرين رئيس هذه الدورة أن تدعو لاجتماع طارئ لوزراء خارجية مجلس التعاون لمناقشة المسألة وحسمها. لابد أن يحسم الأمر، هل مجلس التعاون سيفرض الالتزام بما تم الاتفاق عليه أم لا؟ ولكن بشكل عام كما قلت لك، الذي تفعله قطر لا هو مبرر من وجهة نظر السلطات القطرية لأهداف غير مقبولة زي ما قلت يعني، ولا يمكن لأي أحد أن يقبل استمرار هذا الوضع. نعم أستاذ سيد، يعني عند الحديث عن هذه الانتهاكات المتكررة والتي تكررت بشكل كثير يعني على مدى السنوات الماضية، وسمعناها على لسان البحارة البحرين هذه الانتهاكات وهذا السلب والنهب الذي تعرضوا له من قبل السلطات في الدوحة، ألا يتنافى ذلك مع ما وقعت عليه قطر، سواء يعني تتحدث عن اتفاق العلا، أيضا إذا تحدثنا عن
جل الاتفاقيات والتعهدات الدولية، يعني كيف تنظر لذلك سيد زعيم؟ يا أخي العزيز، أولا يعني إحنا هناك نهج قطري للأسف استمر منذ سنوات، أوكي، ومن ضمن هذه الممارسات ضد الصيادين وغير الصيادين. الآن الذي تفعله قطر هي تقول أنها مستمرة على نفس النهج، بمعنى أنه لم يحدث تغيير إلا ما تريده هي رغم اتفاق العلا. هذه مسألة خطيرة جدا. الاتفاق أنا كما قلت تضمن مبادئ محددة، احترام كذا، احترام كذا، الالتزام بكذا، الالتزام بكذا، والأهم أنه نص أنه أي خلافات يتم حسمها تشكيل لجنتين، لجنة للمتابعة ولجنة قانونية بين كل دولة وقطر، ويتم التفاوض لحل هذه الخلافات. نعم. قطر ترفض أن تفعل هذا، وهذا يعني يتناقض مع روح الأخوة ومع حسن النوايا اللي قيل لنا أنه كان موجود في القمة، ومع ما قررته القمة، ومع أي مواثيق دولية أو عربية ببساطة جديدة يعني. نعم، وهذا ما يجب أن تبادر إليه بالطبع إلى تنفيذ مقررات قمة العلا. شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ سيد زهرة، الكاتب في صحيفة أخبار الخليج، شكرا جزيلا لك.